مشاورات سياسية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة، تمديد الدورة البرلمانية العادية 2020-2021 إلى تاريخ لاحق، والسلطة تلوح باستدعاء الهيئة الناخبة في ظرف الأسابيع المقبلة من أجل إجراء انتخابات محلية مبكرة. هو صيف ساخن بالأحداث السياسية، وسيزداد سخونة في الأيام المقبلة بعد كشف الستار عن نزلاء قصر الدكتور سعدان الجدد. هذه الأحداث هي وليدة الظروف اللي تستدعي إلى إصلاحات وإلى فتح ورشات مستعجلة لاستدراك تأخير واستدراك أخطاء المرحلة الماضية. ننتظر هذا التغيير أنه يتواصل في بقية المؤسسات، لأنه ليس فقط المؤسسات التشريعية والهيئة التنفيذية ممثلة في الحكومة، ولكن حتى في مؤسسات الدولة الأخرى التي من استشارية منها، وهي ما هو منتظر خاصة المحكمة الدستورية وما جاء في الدستور نوفمبر 2020 من مجلس أعلى للشباب، مجلس العلوم والأكاديمية إلى آخره. صيف ساخن في المشهد السياسي، ليس على المستوى الوطني فقط، بل حتى على المستوى الإقليمي والدولي. ففي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى بناء نفسها، هناك من يحاول إغراقها بالسموم. حرب المخدرات معناتها هي حرب على الطاقات الوطنية، هي حرب على الشباب الجزائري، هي حرب على طبعا الفكر الجزائري. طبعا هي لما دخلنا في المشكلة هذا دخلنا في منظومة طبعا بائسة بالنسبة للمجتمع الجزائري، وطبعا طريقة الحصار نتاعها أكيد راح نشوف في المراحل القادمة حلول ملموسة معقولة، ولكن لازم نتخرج من المواطن الجزائري. تنصيب النواب الجدد، انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، تشكيل الحكومة، معطلته جائحة كورونا في 2020، يسير بوتيرة عالية في 2021 في انتظار ما سيحمله المشهد السياسي من مستجدات.